ماشي للروند ثلاثة متاع ميري شمسامة في ما يتعلق بالقانون المصالحة. مسيرة تبدأ لمدة ساعة أو ساعتين وداجين. بيرفكت تايمينج. I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. But they don't know about your stress filled day, baby on the way. في الاخر وصلت للدار ما خلطت على حد شيء. ان شاء الله نسبق شوي في تي في نحطهم. اليوم التحرك كان بيسير بدعوة من مجموعة من النشطاء بخاسبة محمد من شمسامح، وخرجوا معها مجموعة من الجمعيات اللي عبروا على رفضهم القانون، اعتبروه يبير الفساد. نحن كجمعية نقاد ديوج بيسير عملنا على محرك الفساد اللي خلينا يلزمنا نتحركوا وننضموا لحراك من شمسامح. سمعنا بيان فيه 20 منظمة مجتمع مدني، مجموعة من الأحزاب اللي عبرت على استعدادها للنزول للشارع والتحرك، لكن في نفس الوقت ما زلنا ننتظر قرارات وربما مواقف أوضح من اتحاد الشغل اللي حكاية وندر من الفساد، اللي في نفس الوقت سنوا منه موقف واضح في نفس القانون هذا، ولو أنه قيادات الاتحاد كانت معنا اليوم في المسيرة. مش مسامح فات، هي حملة شبابية انطلقت من 2015 في ردة فعل مباشرة وصريحة في رفض لقانون المصالحة اللي كانت قدمت به مؤسسة رئاسة الجمهورية، واللي نعتبره في الحملة قانون لتطبيع الفساد والتطبيع مع المفسدين. في مانيش مسامح مانيش فرخت تراجس كما يقولوا هما، ومانيش مسامح مانيش فقط كمشة وليدات عايتوا في الشارع. مانيش مسامح حملة شبابية ناضجة ومسؤولة. نسخة القانون، النسخة المسربة نتاع القانون كانت حاضرة، لكن باش تنجم تقدمها للمجلس النيابي الشعبي يلزمها تسحب النسخة الأولانية وتجيب نسخة جديدة، وهذا إعلان واعتراف من مؤسسة الرئاسة بهزيمتها قدام قوة ضغط الشارع، قدام قوة ضغط الناس المسؤولين، الشباب المسؤولين، قدام قوة حجج الناس اللي مازالت مؤمنة بالمسار الثوري.